في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، كان راشد بن عمير الهاشمي الرستاقي منهمكا مشغولا يبحث ويجرب ويضع ملاحظاته ويخرج بنتائج مبتكرة ويرسم أعضاء جسم الإنسان، مهتماً بالتشريح والجراحة، وينأى بالطب بعيداً عن الخرافات والشعوذة، يحضر الأدوية ويعالج الأمراض المستعصية. الكي والجراحة عنده آخر الدواء، والأولوية للأعشاب والغذاء. ملم بكتابات الإغريق في الطب، ويتحدث عن بطليموس وجالينوس وأبقراط، وعن الرازي وابن سينا، ويراسل معاصريه من أطباء فارس. ليس غريبا عليه كل ذلك، فهو من عائلة أطباء، ولكن ابن هاشم تفوق عليهم أيضا بقلمه، فترك لنا منظومة في تشريح العين وطبقاتها ووظائفها والأمراض التي تصيب كل طبقة وطرق علاجها. وهو صاحب كتاب فاكهة ابن السبيل ومختصره ومنهاج المتعلمين ورسالة في الكي بالنار، وله منظومات وقصائد وشروح في عمر الإنسان من الطفولة إلى آخر العمر. لذلك استحق ابن عمير بعد أكثر من 500 عام أن تقف اليونسكو عنده وتكرمه وتحتفي به.